من جانبها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل على منع إدخال المساعدات للمدنيين في غزة يعتبر استخفافا بالعالم وبقراراته، مشيرا إلى أن مصداقية العالم وأنظمته باتت على محك اختبار نهائي بعد قرارات العدل الدولية ومجلس الأمن. الخارجية الفلسطينية أكدت أنه لا توجد أي تبريرات للفشل الدولي المريع في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، مطالبة بآلية تنفيذية ملزمة لإجبار إسرائيل على احترام وتنفيذ قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية. كما حذرت الخارجية الفلسطينية من أن يفقد المجتمع الدولي احترامه لذاته ويشرعن شرعية الغاب بدلا عن قوة القانون الدولي. من رام الله أرحب بالكاتب السياسي الأستاذ خليل شاهين. مرحبا بك أستاذ خليل. ما قاله ميلر حول تفاهمات تجري مع السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع بعد انتهاء هذه الأزمة، هل يبدو واقعيا ممكن التنفيذ؟ مع سؤال، هل السلطة أصلا تحكم الضفة الغربية بمعنى الحكم المعني، يعني لكي يطلب منها أن تحكم القطاع؟ في هذه المفارقة في الموقف الأمريكي الذي لا يقوم بأي شيء من أجل الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها المتمادية في إضعاف السلطة الفلسطينية حتى في الضفة الغربية بل حتى في المنطقة ألف، وآخرها كان الإجراءات التي أعلن عنها وزير المال المتطرف سموتريتش المتعلقة بالبنوك الإسرائيلية، والتي حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن عدم التعامل مع البنوك الفلسطينية من قبل هذه البنوك الإسرائيلية من شأنه أن يدفع باتجاه انهيار شامل للنظام المصرفي الفلسطيني. هكذا يستقبل سموتريتش وزير رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد حتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الأحد يعني المقبل. فيما يتعلق بقطاع غزة، لا أعتقد أن هناك تفاهمات مع الإدارة الأمريكية بخصوص وجود يعني قوة متعددة الجنسيات، ولا أدري إذا كانت هناك قوة من هذه القوات يعني مستعدة سواء عربية أو غير عربية مستعدة أن تأتي يعني إلى قطاع غزة قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة وأن تبدأ عمليات لإعادة الإعمار. البيان الوزاري الذي عممه الدكتور محمد مصطفى يوم أمس فيه أولويات واضحة، وهي ضرورة وقف إطلاق النار والبدء بعمليات إغاثة في قطاع غزة، وكذلك انسحاب قوات الاحتلال، بقاء قوات الاحتلال لفترة انتقالية كما تشير بعض التقديرات للرؤية يعني الأمريكية لفترة ولو كانت يعني مؤقتة لكن قد تصل إلى عامين على سبيل المثال، هو أمر يعني القضاء على أي فرصة لوجود سلطة فلسطينية حقيقية قادرة على القيام بدورها، بل ربما القضاء أيضا على الحديث الذي نسمعه من الإدارة الأمريكية بشأن استمرار التنسيق بحل الدولتين. يعني هذا الاستباق والاستعجال لمسألة ما بعد الحرب. الأزمة الآن ليس في إدارة قطاع غزة وإنما في الواقع الذي يعيشه قطاع غزة، المخاوف من اجتياح إسرائيل لرفح دخول المساعدات الإنسانية، إصرار الجانب الأمريكي على هذا الطرح بين الحين والآخر، كيف يمكن تفسيره أستاذ خليل؟ يعني هو العودة إلى طروحات يعني تعود ربما إلى نهاية أكتوبر الماضي ومن ثم نوفمبر. هذه الآراء بالمناسبة سبق أن طرحت من يعني مستشارين بشكل غير رسمي للرئيس بايدن، وكذلك طرحت من معاهد ومراكز تفكير أمريكية من ضمنها معهد واشنطن، وكلنا يذكر يعني الاقتراح الذي كان كتبه يعني روبرت ساتلوف وديفيد باكوفسكي ودينيس روس بهذا الخصوص، وهو كان اقتراحا يعني مشتركا وقوبل يعني بمعارضة حتى في أوساط الإدارة الأمريكية ذاتها التي قالوا بأن هذه مواقف غير واقعية ولا يمكن يعني ولا يمكن البدء يعني بوضع العربة قبل الحصان، يعني التفكير بإيجاد قوة متعددة الجنسيات أو قوة لحفظ الأمن والنظام يعني في قطاع غزة قبل التفكير بمن سيقوم بإدارة قطاع غزة. وهو الموقف الأمريكي يقول بأن من سيقوم بهذه العملية هو سلطة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى ما نسمعه من عبارات تتعلق بوجود يعني متجددة. لكن ولماذا لا نسمع إسرائيل في هذا الخصوص سوى أنها يعني رفضت وقالت لن تعود السلطة لحكم حماس، لا تعلق على أي مقترح أمريكي فيما يخص ما اليوم التالي كما يصطلح عليه؟
هي لا تريد السلطة ولا تريد غير السلطة بالمناسبة. يعني معروفة باسم وثيقة المبادئ التي كان قد طرحها يعني نتنياهو، كانت واضحة بأن إسرائيل سوف تواصل السيطرة الأمنية والعسكرية على قطاع غزة، وأنه يريد البحث عن إدارة فلسطينية من العائلات والعشائر عموما. يعني حتى هذه المقاربة يعني فشلت وتفشل يوميا، إذ أن محاولة فرض السيطرة والتحكم على قطاع غزة بدءا من شمال قطاع غزة تفشل يوميا، والمحللون الإسرائيليون يقولون بما في ذلك محللون أمنيون لا يكشفون عن هوياتهم يقولون بأن هذه العملية فشلت، وأن على نتنياهو أن يقر بذلك وأن يبحث عن طريقة للنزول عن الشجرة التي صعد إليها، وأن هناك إمكانية للقيام بذلك إذا ما يعني استجاب للجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل الأسرى. لكن نتنياهو لا يريد ذلك، هو يريد أن يدفع باتجاه عملية عسكرية في رفح لا يبدو أن الجيش الإسرائيلي مستعد لها، وخاصة أن مرحلتها الأولى بإجلاء نحو أكثر من 1,000,000 فلسطيني. وحسب صحيفة يدعوت أحرنوت هذا اليوم نقلت عن مسؤول أمريكي بأن هؤلاء المسؤولين أبلغوا وزير الحرب جالانت في زيارته الأخيرة بأن من لا يستطيع أن يؤمن دخول 50 شاحنة إلى شمال قطاع غزة من المشكوك فيه أن يقوم بإجلاء وإيواء أكثر من 1,000,000 فلسطيني يمكن أن ينزحوا من رفح. ولعل السؤال الأهم، كيف يمكن فلسطينيا قطع الطريق على كل هذه المخططات؟ هل من رؤية فلسطينية؟ الآن هنالك حكومة جديدة تستحدث بعض الوزارات المتعلقة بالإغاثة، رجل يديرها من التكنوقراط، ولكن لا حديث ولا رؤية حول ما يلي قطاع غزة، يعني حتى وإن كان في موازات ما يطرح يعني من اليوم التالي أمريكيا. يعني من الناحية المبدئية رئيس الوزراء المكلف قدم يعني رؤية يوم أمس، هو يعني أعلن عن بيان وزاري يقول الرجل بأنه قام يعني بصياغته بعد أن أجرى مشاورات مع القطاع الخاص مع الممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني ومع بعض الفصائل التي طلبت هي أن تلتقي يعني به. المشكلة هنا ليست فيما يتعلق بالقصور في الرؤى الفلسطينية، المشكلة هو في وضع رؤى يجري التوافق عليها. إذ لا يمكن لحكومة فلسطينية سواء كانت تكنوقراط أو غير تكنوقراط أن تعمل يعني في قطاع غزة ولا حتى في الضفة الغربية بدون أن يكون هناك دعم فصائلي ودعم شعبي يعني فلسطيني لمثل هذه الحكومة، وخصوصا أن كما أشرنا قبل قليل بأن إسرائيل ترفض أن تقوم السلطة في دور في قطاع غزة، بل وتحاول أن تقلص صلاحياتها أيضا في الضفة الغربية. حسب الدكتور محمد مصطفى يعني المصادر التي تلتقي وتقول بأن لديه رؤية، ولكن على ما يبدو هو يقلل من أمرين يعني مهمين. الأمر الأول هو أن إسرائيل لا تزال تمتلك السطوة والقدرة على تعطيل أي عمل فلسطيني، والأمر الثاني هو أن حركة حماس ورغم أنها قد تتلقى ضربات قوية في البعد العسكري لكنها يعني قد تضعف، ولكنها تبقى قادرة على يعني تخريب الطبخة كما يقال. من رام الله الكاتب السياسي الأستاذ خليل شاهين، شكرا جزيلا لك.